كيف يبدو اليوم السابع من المواجهات العسكرية بين القوات الروسية والأوكرانية؟ تتركز المعارك اليوم في الجنوب الأوكراني، تحديدا في مدينة خيرسون التي أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات تابعة لها تمكنت من أن تسيطر على هذه المدينة وأيضا على مركزها الإداري بعد اشتباكات عنيفة بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية خلال الساعات الماضية. من الجنوب الأوكراني حيث أقامت القوات الروسية نقاط تفتيش بمحيط خرسون واستخدمت أيضا التعزيزات لهذه المعركة من شبه جزيرة القرم، ننتقل إلى جنوب شرقي أوكرانيا وهذه المدينة مدينة ماريوبول المطلة على بحر أزوف. تشهد المدينة منذ مساء أمس قصفا روسيا مركزا يستهدف مواقع مختلفة في داخلها، وذلك نظرا للموقع الاستراتيجي المهم، وتمكنت القوات الروسية أن تفرض طوقا بالنار على هذه المدينة المرفئية المهمة. من ماريوبول ننتقل إلى خاركيف شمال شرقي أوكرانيا، نفذت القوات الروسية في هذه المدينة إنزالا جويا، وتمكنت أيضا قالت وسائل الأعلام الأوكرانية أن قوات المظلات الروسية تمكنت من مهاجمة مركز طبي عسكري في المدينة، ولكن الجيش الأوكراني تمكن من التصدي لعملية الإنزال هذه التي نفذتها القوات الروسية، وهي من التكتيكات التي تتبعها روسيا في إطار هذه الحرب مع أوكرانيا. من خاركيف إلى العاصمة كييف، العاصمة لا تغيب عن مواجهات اليوم أيضا، حيث أكد عمدة المدينة أن روسيا تحشد قواتها في مناطق أقرب فأقرب من مركز هذه العاصمة التي يعني أصبحت بطريقة أو بأخرى محاصرة من القوات الأوكرانية، وكانت القوات أو الروسية وكانت القوات الروسية قد جددت قصفها على مواقع قريبة من الضواحي ضواحي المدينة ومحيطها. وفق وسائل الإعلام طال القصف مدينة فيشنيف هنا التي نراها بالقرب من كييف، وأيضا شهدت مناطق عدة قريبة من مطار جولياني قصفا مشددا وضربات مماثلة طالت موقعا عسكريا أوكرانيا. وأظهر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي انفجارا أيضا استهدف مدينة زهيتومير التي تبعد نحو 120 كيلومترا عن العاصمة كييف. من هنا ننتقل إلى الحدود الشمالية الأوكرانية التي شهدت استنفارا على طول هذه الحدود مع أوكرانيا، وذلك بعدما طلب رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أن يجري هذا الاستنفار الأمني ونشر قوات إضافية على الحدود مع أوكرانيا، وأيضا قوات أخرى على الحدود مع بولندا. هذه هي آخر التطورات في إطار النزاع الأوكراني الروسي، هذه التطورات الميدانية العسكرية بالطبع سنوافيكم بالمزيد خلال الساعات القادمة.